عربية 8 مليون، جبت الفلوس دي كلها منين يا عمر؟ جدل كبير أثار مطرب المهرجانات عمر كمال بعربيته الجديدة اللي سعرها حوالي 8 مليون جنيه، ده غير باقي أسطول العربيات اللي عنده. مطرب المهرجانات عمر كمال شارك جمهوره صورة عربيته الفخمة الجديدة الجي كلاس وعلق عليها وقال: وأما بنعمة ربك فحدث. عربية عمر كمال الغالية جدا عملت ضجة على الفيسبوك، والناس بدأت تسأله منين كل ده يا عمر، خصوصا ان سعر العربية دي بيعدي 8 مليون جنيه، ودي مش عربيته الوحيدة كمان. انتقاد الناس لحالة الغنى والثراء اللي بقى فيها عمر كمال فجأة مش جديدة عليها، لانه من يوم ما اختنى والناس بتهاجمه وتقوله جبت الفلوس منين، ودخل في واحدة من لقاءاته الإعلامية قال إنه عاش معاناة قبل وصوله للشهرة والنجاح وقبل ما يبقى معاه فلوس، ومع ذلك كل شوية ناس بتتنمر عليه بسبب ومن غير سبب. وقال وقتها: أنا كنت تحت البلاط وجبتها من الصفر، وناس كتير بيحقدوا عليا ومش حابين ده لأن عندهم عقدة الخواجة وفاكرين الفنان بيتولد بمعلقة ذهب. ومرة رحت فرح شخص ما معروف ومحترم والناس انتقدتني وقالوا مين ده. ومش بس كده، عمر قال كمان: أنا كنت شغال في بنزينة والزبون ما كانش بيفتح شباك العربية يكلم، ومع ذلك عمري ما حقدت على حد وكنت بقول ربنا يكرمهم، ودلوقتي لما بروح بنزينة بنزل بنفسي أسلم على كل الناس. في لقاء من لقاءاته المذيعة سألت عمر كمال إذا كان مليونير ولا لا، رد عمر كمال وقال وقتها كان غير متوقع. وقال لها: هو المليونير عندكم بيبدأ من كام؟ وردت المذيعة وقالت بيبدأ من مليون واحد. فرد عليها كمال وقال لها: يبقى أنا مليونير. ورد عمر كمال وقتها عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، والناس كالعادة بتسأله منين يا عمر كل ده؟ قولنا على الطريق. عمر كشف سبب بعده عن المهرجانات الفترة دي وقال إن الموضوع راجع لاختيارات الجمهور اللي بتفرض عليه اللون اللي الناس بتحبه، لأن وظيفته هي إنهم يخليهم مبسوطين. إشاعات كتير طلعت عن علاقة عمر كمال وندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي بسبب طريقة الكلام بين الاتنين على السوشيال ميديا، وبالتحديد التعليق اللي كتبت ندى في مرة وقالت: بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم وانا بحبك. وطبعا عمر رد عليها وقال: مفيش اطيب ولا احلى من قلبك يا نونا. قصة عمر كمال وندى الكامل، الناس اتعودت انهم كل شوية يظهروا ويختفوا، واول مرة ظهروا بعد الكلام عن ارتباطهم كانت بسبب مرض ندى لما وقف جنبها عمر، وبعد كده كل الناس كانوا مستنيين خبر فرحهم، لكن ندى خرجت علقت وقالت: انا غير مرتبطة حاليا ومش ناوية اتجوز او ارتبط الفترة دلوقتي. بس بسرعة ندى رجعت اثارت الجدل تاني لما نزلت صورة غير واضحة وكتبت عليها: وانا مع اللي بحبه، كانت وقتها بترقص على أغنية عمرو دياب اللي بتقول انت الحظ. عمر كمال في الحقيقة كان خاطب، لكن فجأة وقتها خرج للناس وأعلن فسخ خطوبته من غير ما يكشف عن هوية خطيبته اللي فسخ خطوبته معاها.